نحن نتأسف الجماعة ديالنا الترابية جماعة تغازوت اللي كانت يضرب بها المثال على ربما الصعيد الوطني. جماعة تغازوت زعما واحد الجماعة اللي عندها واحد الديناميكية وعندها واحد السرعة في العمل زعما يضرب بها المثال. كنمشيو لمراكش كنمشيو لأي بلاصة ملي كنسمعو تغازوت زعما يضرب بها المثال. وتفاجأنا ملي جينا لهاد الدورة هادي لقينا النصاب غير كامل غير قانوني زعما هذا نؤسف عليه. حنا بغينا التنمية ديال الدواوير ديالنا، ما بغيناش هاد الشيء يبدا يتكرر. ونتمناو من الأعضاء ديالنا المحترمون باش يحاولوا يواكبوا الجماعة ديالهم إن شاء الله تعالى ويكملوا داك الشيء اللي كيتسنى اللي هو على عاتقهم. ونتمنوا التوفيق للجميع، وكنشكروا الناس اللي هما حاضرين وكنشكروا الجمعيات اللي هما حاضرين. اليوم كنا كنتمنوا باش نلقاو النصاب القانوني كامل على حسب الفلوس اللي هي كاينه في الجامعه لصالح الجمعيات اللي هما ديال الدوائر التابعه للتراب جامعه تغازوت لاصلاح المسالك اللي هي خاصه باش تدخل لبعض المنازل. وخساره وخساره وخساره. وكنتمنى ان شاء الله تعالى الدورات الاخرين ان شاء الله تعالى يحاولوا الاعضاء ديال اللي هما كيمثلوا الساكنه يحضروا ويتعاونوا مع الساكنه ديالهم ويتعاونوا مع الجمعيات ديالهم، حيث الجمعيات هما الساكنه والساكنه هما الجمعيات والساكنه هي الجماعه، وماشي الرئيس هو بوحده اللي هو الساكنه هو الجماعه. ونتمنى التوفيق للجميع، والله يهدينا ويهديهم الطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جينا اليوم لهاد الدوره الاستثنائيه على حساب المشاريع اللي غيدوزوا اليوم ديال الجمعيات ديال المسائل ديال على حساب المسالك الطرقيه. وكنتاسفوا نورمالمون على حساب هذا الشيء ديال الاعضاء، هاد الاسلوب اللي داروا ديال المقاطعه. والناس راه كل شيء عندهم امال على حساب باش يدوز هذا المشروع ديال سميتو. ايوا كنتفاجئوا بان الاعضاء ما جا فيهم، يعني النسبه ديال الاعضاء ديال 9 ولا 8 راه ما جاوش. حنا سمعنا المشروع ديال الدعم ديال الجمعيات ديال التبليط ديال المسالك الطرقيه. راك عارف البلاد كي دايره، يعني المسالك الطرقيه من الحوايج المهمين. وسمعنا بانه غيتعطى واحد الميزانيه للجمعيات باش هي تدير التدبير ديال هاد الاموال باش دير مسالك طرقيه. والناس راه فرحانين زعما، صراحه الناس فرحانين، كلشي فرحان بانه راه كل جمعيه كل دوار غيشدوا واحد القطر ديال الميزانيه باش يديروا به مشاريع ديال التبليط. ايوا كتعرف كانت قال لك جينا لقينا يعني نسبه ديال الاعضاء ما جاوش، يعني غيتاجل هاد الجلسه غتاجل ان شاء الله واحد 5 ايام ولا على حسب الجماعه شنو غدير. نقولوا خساره، ولكن راك عارف الصراعات السياسيه ما غاديش نحكموا. حنا المجتمع المدني بعيدين على هاد الصراعات، هما كيعرفوا المسائل ديالهم بيناتهم. ولكن حنا تاسفوا ما بيناش اليوم سميتو. السيد الرئيس راه خدام وهما راه نورمالمون خصهم يجيو يخدموا. صافي داكشي اللي كنعرف. الاستدعاءات اللي غرض محاضره الاجتماع والسين.